مرحبا بكم إخوتي وإخواتي في هذه الحلقة الجديدة من قناة ماهر. اليوم سأتكلم عن محاسن العيش في بريطانيا. كنت قد نزلت حلقة عن مساوئ العيش في بريطانيا وصلت إلى آلاف المشاهدات، لكن الإخوة اشتكت. الجماعة قالوا لي يا ماهر أنت رجل محبط كئيب سلبي. قالوا لنا تكلم عن المحاسن وأترك السلبيات. فها هي الحلقة هذه التي طلبتم، أتمنى تعجبكم، تابع معي هذه الحلقة. طبعا أول إيجابية ستلاحظ عندما تصل إلى بريطانيا، الإيجابية رقم واحد، هي أن أنت الآن وصلت إلى بلد متقدم متحضر راقي. الآن أنت في بلد المجتمع تبعه راقي، التعامل والأسلوب راقي. للأسف نحن في دولنا العربية إلا ما رحم ربي ستجد أنه بيعملوك على أساس ما هو مستواك، يعني مثلا ما هو نوع عملك، على حسب نوع عملك تلاقي المعاملة، من أنت، غني، فقير، ابن مسؤول، هكذا. لو هم بيعملوك هكذا انت اعرف ان انت في بلد متخلف. اما هنا لما تصل بيعملوك كانسان، انت لك قيمتك كانسان، ما مهم انت فقير غني، مدير عامل نظافة، انت لك هيبتك وشخصيتك وبيعملوك بهذا المعاملة الرقية الراقية المحترمة. فانت هتحس نفسك على طول اول ما تجد الى هذه البلد، اول ما تصل على طول في اول دخلة ليك الى هذه البلد، انه كل المجتمع يعني متقدم، بتحس ان انت تشعر بالراحة النفسية لانه الان وصلت الى مجتمع راقي، وصل الى قمة في الرقي وقمة في التعامل والاخلاق. وهذا ينقصنا للاسف في بعض الدول العربية، وما راح اكثر في هذا الموضوع كثيرا، لكن انت اخذت الفكرة. الايجابية رقم اثنين اخوتي واخواتي اللي انا احس انها مهمة جدا، هي ان البلد كله، المجتمع كله مهيأ لخدمة المواطن. خد بالك من هذه النقطة، يعني مثلا أعطي لك مثال، الشرطة، الإسعاف، القانون، كل شيء معمول لخدمة المواطن وليس العكس. يعني الوزير بيعمل لخدمة المواطن، الرئيس بيعمل لخدمة المواطن، هو عامل بيخدم المواطن حتى يؤمن له حياة سعيدة. هذه النقطة رقم اثنين هتلاحظها هنا في بريطانيا، إن كل شيء حواليك مهيأ لخدمتك أنت، وليس مهيأ لخدمة واحد آخر، وليس مهيأ لخدمة الوزير أو السفير أو الرئيس أو المسؤول، مهيأ لخدمتك أنت فقط. ومن هذه النقطة حندخل إلى يعني زي زاوية أخرى، وهي إنه في عدل اجتماعي في هذه البلد. يعني أعطي لك مثال، لو أنت مثلا في بلد عربي إلى مراحل ربي، في بعض الدول العربية يعني تحس إنه وصلوا أيضا في بعض مراحل الرقي، لكن تخيل أنت في معظم الدول العربية، للأسف دولنا إحنا العربية الفاشلة، لو واحد مثلا وقعت في يوم من الأيام بالخطأ في يد ابن مسؤول أو ابن رئيس أو ابن شرطي أو محامي أو قاضي، أنت هلكت، أنت ضعت، لأنه هيقول لك أنا ابني، أنا مثلا أبي محامي ولا أبي قاضي، خلص أنت الآن ضاعت عليك، ضاعت عليك، أنت الآن هلكت. أما هنا في بريطانيا القاضي أنت هتقول له، أنت اللي هتقول له، أنت عندك مشكلة، أنت هتقول للراجل هذا يا ريت اجيب لك، نفسي انا هجيب لك القاضي، لانه القاضي حاعطي لك حقك. لو واحد قال لك انا ابويا مستشار، قول له رهيب، لانه هذا المستشار حيجيب لك حقك. لو ما حد اصلا هيقول لك انا ابويا بوليس ولا انا ابويا رئيس ولا انا، لا، لانه لو انت عرفت اصلا ان هو ابوه رئيس، اعرف انه حقك هيجي لك بالسنتي، كل شيء هيجي لك، ما حد هياخد منك قرش ولا مليم. القانون بيطبق للجميع يا جماعه، ما في حد فوق القانون، كل واحد بياخد حقه، وكل واحد بيتعامل بمعادلة بالعدل، وكل زي ما بيقولوا القانون أعمى، ما بيعرف أنت مين، ابن مين، هيطبق عليك. الإيجابية رقم ثلاثة من العيش في بريطانيا هي، وهذه مهمة جدا، مهمة جدا أحسها أنا شخصيا ومستحيل أتخلى عنها، هي الحرية. هنا في بريطانيا يا جماعة عندك حرية شخصية وحرية ذاتية، يعني عندك حق العبادة، حرية العبادة، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الكلام، حرية التفكير، عندك كل الحريات، أنت فقط مسؤول عنها وما أحد يقدر يشيلها منك أو ياخدها منك. مثلا لو أنا مثلا دخلت عند أكبر مدير أو أكبر رئيس أو عند الملكة نفسها اللي هي إليزابيث، أقول لها أنت سيدة فاشلة، انا ما عجبني القانون اللي انت بتعمليه هذا، ما عجبني الطريقه اللي انت ولا حد هيقدر يكلمك، هذه حريتك الشخصيه تقدر تعبر عن نفسك، ما حد هيقدر يوقفك، ما حد هيقول لك لا انتبه هذا ابوه مثلا رئيس ولا هذا ابوه رئيس سفير ولا هذا ابن المستشار، لا، ما حد هيقدر يكلمك. عندك حريه التعبير، عندك حريه الديانه. لو انا قلت لي انا الان مثلا عايز اصلي، حافظ الطريقه اصلي، ما في اي مشكله. لو واحد اعترض لي في الطريقه يا جماعه، هذا الخطا يكون فيه هو اللي يكون
مسؤول امام القانون لانه اعترض لي في حريتي الذاتيه وهي حريه العباده، ما حد يقدر يتدخل فيها. عايز ربي يدقني، عايز البس نقاب، عايز البس حجاب، عايز البس شورت، عايز ما البس اي شيء، حريه شخصيه ما حد يقدر يتدخل فيك. هنا في بريطانيا عندك هذا الشيء الجميل، ما راح يشعر به الا لو واحد جاي من دوله عربيه للاسف متخلفه من دولنا نحن العربيه، وانا عربي، هيجي هيشعر بهذا الفرق. اما يمكن الان انت ما راح تقدر تستوعبه، لانه في بعض الدول العربيه ما نقدر نستوعب ما معنى الحريه. هيقول لك طب ما احنا عندنا حريه. لا، انت ما عندك حريه، للاسف انت عبد للرئيس، للاسف. الا ما رحم ربي. طبعا يوجد دول محترمه جدا وراقيه، انا بتكلم عن معظم الشعوب العربيه، للاسف نحن نعتبر خدام للرئيس او للحاكم، نحن عبيد له، نعمل لاجله ونعمل لمصلحته، هو من يقرر كل شيء، ما تقدر تحكي معه، ما تقدر تتكلم معه، اذا فتحت فمك انت في السجن على طول، ترمى في المعتقل. وكثير من الناس يا جماعه في المعتقلات اول ما يطلعوا مظاهره سلميه يقبض عليهم كلهم، من ما بين قتيل ومسجون ومعتقل وواحد مفقود اصلا ما بنعرف، ما سمعنا عنه ابدا، للاسف في دولنا العربيه هذا الشيء موجود. وهذا شيء مستحيل انا اسكن فيه، ما اقدر اعيش في بلد هكذا. انا احب اعبر عن رايي، احب اقول عندي كرامتي، عندي شخصيتي، عايز اعبر عن رايي، اقول انا ما عجبني هذا الوضع. للاسف ما نقدر نتكلم هكذا في الدول العربيه، هذه الحلقه ممكن تدخلني السجن اصلا لو نزلتها في دوله عربيه. انا ما راح اتكلم الان بالترتيب، يعني احنا الان بنتكلم عن الايجابيه رقم 4، بس ما راح اتكلم عن، يعني انا ما باخذهم بالترتيب، انا بس بعطيكم الايجابيات. يعني انت الان خذ هذه ايجابيه رقم 1 او 2 حسب انت شايفها اي رقم، بس هي الان رقم 4 هي انه الخدمات التي متوفرة في هذه البلد هي من أرقى الخدمات في العالم. مثلا في مجال الصحة، أفضل مجال يقدم في أي بلد في العالم هو بريطانيا، وحتلاقي دائما من أول 5 دول في العالم. لو عندك مرض هنا أفضل مكان تمرض فيه، لأنه حيعتنوا فيك أفضل أنواع العناية والصحة، وكل الخدمات الطبية هنا موجودة في بريطانيا، هي أصلا بتصنع هنا وبتبتكر في هذه البلد. المثل التعليم، هتلاقي انه افضل انواع التعليم موجود في بريطانيا من الاولى عالميا، تلاقي المعلم والتلميذ عاملين زي علاقه اب مع ابنه، يعني تعليم رهيب. هيطلع الابن هذا متفتح مستنير، هذا التلميذ او الطالب هيطلع هو بده يتعلم، هو عنده نفس ان هو يتعلم، لانه اعطوله كل الاهتمام والعنايه التي يريده هذا التلميذ حتى ينجح. لو واحد مثلا بيحب اختراعات هيوفروا له كل السبل حتى ينجز، حتى يخترع، وحتى يتقدم في مجاله. في بعض الناس يسألني يا جماعة هنا في التعليقات، يقول لي ماهر هل لو أنا مثلا بشتغل مهندس هل أقدر أعيش حياة كريمة؟ لو أنا مثلا بشتغل نجار، لو أنا بشتغل مثلا سباك، طباخ، يقول لي ماهر ما هو الراتب؟ المشكلة إن احنا تفكيرنا هو التفكير العربي، يقول لك لو أنت ذاكرت طبيب هتكون عندك حياة كويسة، لو أنت تخرجت مثلا من الطبخ يبقى انت هيك مستواك اقل. لا، هنا في بريطانيا يقول لك انه كله مهم في المجتمع، وكله راح يعيش حياه كريمه، وكله راح يكون عنده مستوى عالي جدا في الحياه. ما راح تبص لواحد تقول يا ريتني كنت دكتور لانه عنده فلوس، يا اما عنده بيت انا ما عندي. لا، لو انت طباخ هتبقى سعيد جدا في شغلك، وهيبقى عندك راتب عالي جدا، وهتعيش حياه كريمه، وهيكون عندك عائله، وهتقدر تصرف، لانه الدوله هتعطي لك في حد ادنى للاجور ما مستحيل تنزل عنه، قانونيا غير مسموح يعطوا لك اجر اقل من الراتب اللي هو ممكن يعيشك حياه كريمه. فانت لو اشتغلت اي شيء، فكر في اي شيء، عايز تشتغل صياد سمك، عايز تشتغل واحد بيدهن بيوت، حتى لو مع احترامي لهذه الوظيفه عايز تنظف حمامات، هتلاقي ان انت عايش حياه كريمه، لانه هتعطي لك الدوله المرتب الذي يليق بهذه المهمه، وهيخليك سعيد جدا، ما عمرك هتحتاج لاي حاجه في حياتك، ما عمرك هتحتاج تصرف، يعني تستلف من واحد فلوس، لانه دائما حيكون عندك مرتب عالي. ولو ما قدرت تلاقي مرتب، حسيت مثلا انه ما عندك فلوس تكفيك، بكل سهوله هتدخل اونلاين، تدخل على المساعدات التي بتقدمها الدوله، هتقول لهم انا ما عندي فلوس، على طول فورا هيبعتوا لك اجار البيت، هيدفعوا لك الضرائب اللي عليك، هيعطوا لك مرتب اسبوعي لحد ما تلاقي عمل، لو انت معاق هيعطوا لك كل انواع العنايه التي تحتاجها، هيدفعوا لك كل شيء، هيعطوا لك سيارة بتتحرك مثلا باليد فقط، لو انت ما تقدر تحرك رجلك، هيعطوا لك سيارة بتتحرك باليد، أي شيء تقدر تتخيله هيعطوا لك في هذه الدولة الراقية. هذه من إيجابيات العيش في بريطانيا. خلينا ندخل على النقطة رقم 6، هذه النقطة مقدمة للأخوات هنا التي يتابعونا في القناة. في هذه البلد اللي هي بريطانيا عندك شيء اسمه المساواة والعدل الاجتماعي. مثلا
في دولنا العربية تلاقي الرجل هو اللي مسيطر، الرجل هو اللي مستلم كل شيء، الرجل هو اللي له الكلمة الأولى والأخيرة. يعني هذا يعتبر إنه البلد سيادية من جهة الرجل. هنا في بريطانيا تلاقي المرأة ممكن تكبر وتتعلم وتدخل مدرسة وتطلع محامية وتطلع وزيرة وتطلع سفيرة وتطلع مديرة وتطلع كل شيء، ما حدا هيبص عليها كأنها امرأة، ما حدا هيقدر يكلمها لأنه يوجد عدل اجتماعي في هذه البلد. والأكبر دليل على هذا أنه الملكة سيدة إليزابيث، رئيسة الوزراء سيدة اللي هي تريزا ماي، في مين كمان؟ هتلاقي ناس كثيرة من اللي هم المسكين المستلمين البريطانيا الآن يعتبروا النساء. وبص بقى على الدول العربية يوجد كم مرأة مستلمة الحكم مثلا، كم امرأة مثلا مستلمة منصب، والله يمكن يعدوا على الأصابع، يمكن تلاقي 2 أو 3، يمكن تلاقي مثلا أكثر، يمكن 5، بس يعدوا على الأصابع. هنا في بريطانيا دائما تلاقي العدل بين النساء والرجال، تلاقي دائما الرواتب بين الرجل والمرأة متعادلين، وفي قوانين بتحمي المرأة ان هي تكون اقل من الرجل، يعني دائما يكون العدل في كل شيء. تعددت الايجابيات يا جماعه وزادوا وبدانا نتوه الان، لكن احاول اعطيكم بعض المميزات السريعه حتى ننهي هذه الحلقه التي طالت. انسى شيء اسمه رشوه في هذه البلد، لا يوجد شيء اسمه رشوه او احتيال او نصب. لو اجرت عامل راح يؤدي وظيفته الى التمام، ما راح يسرقك، ما راح ينصب عليك، ما راح يغشك، ولو حصل وغشك في الحالات النادرة راح تقدر تاخد حقك منه قانونيا، ما راح يضيع منك قرش، لأنه يوجد هيئات بتنظر هم اوفرسي، يعني بتنظر ما معنى اوفرسي؟ يعني بتشوف كل عامل كيف بيأدي وظيفته. لو أنت مهندس في هيئة بتشوف كل المهندسين وبتراعيهم وبتقدم لهم الخدمات حتى يعملوا شغلهم بامتياز، لكن لو واحد لقوه إنه ما عمل شغله بتعمل على طول فورا دعوة أو تعمل مثلا تتشكوى على طول، هذا يعمل له سترايك اوف، يعني يطلع من المهندسين، يصبح ما يقدر يشتغل كمهندس، لانه في هيئه بتحكم هذا الموضوع. لو واحد طبيب نفس الشيء، عنده هيئه مسؤوله عن الاطباء. لو واحد رسام، مدرس، عامل، حتى لو بيصلح مثلا اشياء بسيطه جدا في البيت، كهربائي، واحد مثلا بيصلح الانابيب، هكذا كل واحد ليه مسؤول. شركة هيئة حكومية بتنظر إلى كل هذه الناس وتقدر تعمل عليهم شكوى أو دعوة وبيجي لك حقك فورا وبيجي لك التعويض فورا. واحد أزاك هنا في بريطانيا، دخلت مثلا إلى خدمة في مستشفى وحسيت، بس شعرت أن أنت ما مبسوط، فقط يعني ما أزوك، لا شعرت أن أنت ما مبسوط، بتقدم شكوى فورا وتقول اللي ما عجبني، وأصلا هتلاقي موجودة في الحيطان يقول لك هل سعيد أنت هنا الآن؟ ما هو رأيك في المستشفى؟ تملى هذه الاستمارة فورا وتعطيها، والله فورا يتصلوا بي يقول لك ما المشكلة، نحن نعتذر، كيف ممكن نطور نفسنا، عندك أي اقتراحات؟ تعال بعد أسبوع هتلاقي الموضوع تغير. الناس هنا عايزين يخلوك سعيد، كل الخدمات للمواطن حتى يكون المواطن سعيد. للأسف نحن ما عندنا هذا الشيء. أصلا مدرستي في مصر اتحرقت كلها، كان في حريق وجاء البواب مسك جرد المي وقعد يكب المي عليها، ولا في اي خدمات. وين المطافي؟ الطلاب كانوا هيتحرقوا، المدرسه كلها هتتحرق، بس ما في اي احد اجى يطفي النار. لا تنسى زياره موقع ماهر، الرابط في صندوق الوصف. طيب يا جماعه، احنا الان بقى لنا تقريبا ما اعرف ربع ساعه او ثلث ساعه بنتكلم، الحلقه طالت. اتمنى هذه الايجابيات البسيطه تكون عجبتكم. طبعا يوجد ايجابيات كثيره ويوجد سلبيات ايضا كثيره، وانا تكلمت عنها في الحلقات السابقه. اتفرج عليهم الاثنين، اتفرج على الحلقتين الاثنين، واعمل لنفسك معادله وقرر بنفسك اذا تحب ان تعيش في هذه البلد او اي بلد اوروبي اخر. اتمنى هذه الحلقه تعجبك، اذا عجبتك اضرب زر اللايك، اعمل شير واعمل سبسكرايب، ولا تنسى ان تضرب الجرس حتى يصلك الاشعار لما ينزل فيديو جديد. واتمنى الجودة اليوم تكون عجبتك في الفيديو، لاني اشتريت هذه الكاميرا الجديدة كما تعلموا. فلو يعني عايز تعمل دعم مادي للقناة، تفضل يا اخي عندك الموقع هنا تحت القناة، موجود في الرابط تحت في صندوق المعلومات. لا تنسانا بالدعم، نراك الحلقة القادمة، السلام عليكم.